اهدي. مين انت وليش خطفتني؟ قول يلا. شو رح تعملي؟ رح تقتليني؟ وليش لا؟ بتقدري تعمليها عن جد؟ ما بعرف بقدر اعملها يا ترى. امشي افتح الباب. اذا قتلتيني ما رح تقدري تطلعي. افتح الباب عم قلك. روح. اتركني. اذا بدك تقتليني لازم ما ترجف ايدك، رجاء بلا هالحركات السخيفة. اتركني اتركني. فهمتي؟ اتركني اتركني عم قلك. اتركني اتركني. شو عم تعمل؟ اتركني اتركني. شو عم تعمل؟ شو انت مجنون؟ اتركني. لك شو عم تعمل؟ لوين رايح؟ فكني. شو انت مريض نفسي؟ تعال فكني. ليش هيك ربطتني؟ عم قل لك طالعني طالعني. شو بدك تعمل فيني؟ لك عم حاكيك جاوبني. تعال افتح هي. عم قل لك تعال افتحها. لك لوين رايح؟ وقف. لوين رايح؟ عم حاكيك رد علي. طالعني من هون. حطيت لك مي واكل هنيك اذا بدك. الله يلعنك مختل. تعال فكني. وقف. الله يلعنك مريض نفسي. أخي أنت يلي إجيت؟ إيه أنا إجيت. أخي فك لي هاد يلا. أخي أنا كتير جوعانة. وأنا كمان. انطريني لجيب مي. يلا نشرب. يعني بدي أشرب مي هلا؟ أنا جوعانة. شوفي شو بدي أقلك. شو بدك تقلي؟ اليوم كنت مرر من قدام محل حلو وكان في عنده كتير حلو بوظة بطعمة شو؟ بالشوكولا والفستق والكرز. كان في كتير. كان في بالموز كمان؟ ايه في بالموز كمان. وانت من انو وحدة اكلت؟ انا ما اكلت. وليش ما اكلت؟ هيك انا ما اشتهيت بوقتها. وكان في جوا بنت حلوة كتير وحبيبة قاعد جنبها وكان عم يطعميها من هذا الحلو. والبنت كانت حلوة عن جد؟ ايه كانت كتير حلوة بس ما قدرت شوف وجهها. اذا ما انك شايف وجهها من وين عرفت انها حلوة؟ لكان كان عندها شعر احمر مطعش واصل لظهرها. كمان كانت لابسة فستان ابيض مثل الاميرة. ايه البنت وقفت ووقعت فجأة قبل ما اقدر شوف وجهها. كيف؟ شو صار؟ ماتت يعني؟ لا لا ما ماتت، هي بس غميت وبعدين اجا حبيبة وحملها. كيف يعني غميت ووقعت؟ هيك يعني؟ لا مو هيك. اجا وحملها هيك بعدين صار يركض فيها. شكله أخدها بسرعة على المشفى. سألت على البنت. كان شعرها للبنت واصل للأرض. ما قدرت شوف وجهها بس البنت كانت حلوة كتير. تعرفي شو؟ وأنا رح يكون عندي حبيبة مثلها بس أكبر.
وأنا رح طعميها بإيدي، ووقت هي تغمى رح أحملها وأركض كمان. أخي أنا جعت كتير يا أخي. أخي أخي عمار؟ عمار؟ عمار بي لازمك شي يا بي. يعطيك العافية. شكرا يا بي. ما في شي زبالة. لا تعب حالك، أنا برميها. أنا بتصرف. شكرا لك. أخي أخي أنا عم دور عليك من ساعة. مرتك يا أخي نسيت شنطتها بالسيارة. معلش توطي صوتك شوي يا أخي. سامحني اضطريت افتحها يا أخي، وقت شفت المصاري جواتها أخذت المصاري وإجيت لهون تحسباً لأي شيء، ما لمس شيء يا أخي. شكراً ما بدي شيء. خود يا أخي خود. أخي؟ خود. يا أخي أنا عملت هيك بس من باب الإنسانية. أي والله يسلم إيديك. المهم وصلت الأمانة. شكراً يسلم إيديك. يعطيك العافية. شو عم تعمل هون بهالوقت؟ أنا أنت اللي شو عم تعملي هون؟ لقيت لما فقت وما لقيتك جنبي، مين هذا الزلمة؟ ما بعرف، سألني عن عنوان. الجو بارد، يلا تعي نفوت. وأنت شو بيعرفك بهاي المنطقة؟ وأنا هيك قلت، قلت له إني ما بعرف. عن جد أنت شو كنت عم تعمل برا؟ ما كنت نعسان وما قدرت نام، لهيك قلت بطلع بتمشى شوي. يلا الجو بارد يلا.